شلونكم؟ اهلا وسهلا. الان واثبتت للعالم ان الجزيره هي مهد البشريه. مهد الحضاره. انا ما عندي شك في ذلك، هذا اللي بيناقش يرسمون نرى. هنا آية الكرسي هذه. هذه آية الكرسي. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا من عام 160 هجري. لو جاء واحد الآن يعني من علماء الآثار فيه من هذا وأراد أن يشكك قال صحيح هذه آثار وآثار قديمة، لكن ما يثبت بأن هذه من الجزيرة. لو كانت موثق حنا ما نشيل شغلهم. لو نلقى دبوس لو نلقى خرزة إيه؟ ما تنقل من مكانها إلا بعد التصوير والرسم والتوثيق. فحنا لما ننقب نطلع نبحث عن المعلومة أكثر من بحثنا عن الكنوز والحديث. الآثار الموجودة في بلادنا محل اهتمام العالم كله، البحث عنها ورصدها وتأصيلها وإقامة الأدلة على ثبوتها. نحن نريد أن ننطلق من هذه الآثار لتكون مجالاً لتصحيح أحوالنا في مستقبل أيامنا. هذا طال عمرك من مكان يسموه الأخضر جنوب تبوك. وهذه سعدنا أولاً بهذه الزيارة، على كل حال يعني مصاحبتي سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وفي نفس الأمر رأينا لما كنا لو أردنا أن نتحدث فيه في رؤيا رأيناها في المنام لما استطعنا أن نعبر عن ذلك، ولا قلنا أن هذا أضغاث أحلام.